كم وصلوا هذا الفيديو لل 150 ألف لايك. بدي افرجيكم مين في برا. اوسكار مامي كيف بده يجي لعندي. يا مسكين انت ناطرني. تعال كم اوسكار كم. اوكي بعرف كثير منيح انه بالفيديو الماضي انا شو عم تفتح شربني ما عرفت كفي الجوله. دواء دواء للاولاد. دواء للاولاد ما فكره هيدي انرجي لاني البيش مع لوي بده انرجي كثير. اوكي بالفيديو الماضي انا صح قلت لكم انه هي اخر مره بينزل هيدا الانترو ومدري شو هيك طلع حكي جرايد يا جماعة. ليش حكي جرايد؟ ليش ايه؟ ليكو هلا على فكرة على أساس في شمس بس المشكلة إنه الصبح كان مطر ومن ساعة كان مطر تصوير برا يعني كان عن جد مستحيل تقريبا. اوكي الانترو رح تكون بشكل عام صيفية المفروض عرفتوا شوف المفروض يكون في شمس المفروض يكون في هيك يعني مو معقول بالصيف نعمل انترو انه ما معقول هلا نصور انترو ويكون تحت المطر مثلا تخيلوا شو انا شو استفدت يعني. يا جماعة اعذرونا دقيقة اشرب لنبلش الانترو. هاي للكل اليوم عاملين تحدي كتير حلو جورجيا ما بيعرف فيه ابدا يعني طبعا التحدي لجورجيا اوكي لا ولو اوكي يا جماعة لا احكي لكم شغلة الا من الصبح مدري من امبارح من انه لجورجيا ادرس منيح عمول مدري شو محضرين لك مفاجأة. المهم يا جماعة انتوا قريتوا من عنوان الفيديو شو هو التحدي فهلا رح نخبره لجورجيا ونظبط امورنا ونروح نعمل هيدا التحدي الغريب. خلينا نطلع لجورجيا. ايه ما لنا بيختاروا هو لإلك. الفكرة هي انه انت رح تجيب اللعبة اللي انت بدك اياها ايه وتخلي اوسكار يلمسها. طب ما فيني انا احمله وخليه يمسك. لا 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 شغله اذا عامل شو بعمل. لا بتنزلها على الرف التحت. فاليوم يا جماعة اي شيء اوسكار بيلمسه جوجو بيشتري بركي ما بيلمس ولا شيء ونطلع نحن ربحانين. جاهز give me five. اوكي هلا رح نلبسه لاوسكار تمام يلا تعال اوسكار. اوكي رح فرجيكم شو رح لبسوا لأوسكار. شو رأيك جوج نلبسوا هاي اوبا كم هي ريب اللي يلبس تياب مزارعين طقم جين زار مو زارعين وشورت زارعين انه بتقم صغير عليه هلا بتشوفي فتح في اكيد من هيك انه طقم جينز بدي اوسكار. اوكي اول شيء لا 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 بيقلعوا ليك شكله ليك شكله يلا هاي بإيديك وين دنبو؟ هون وين دنبو؟ ما بعرف ورا صار هون اختفى دنبو لأوسكار. على فكرة أوسكار كبر فجأة كيف كبر ما بعرف على الأكل قد ما عم ياكل بضل بياكل مدري يومين طالع أوسكار كتير بياكل حذركم ليه؟ لأن لؤي بيكون عم ياكل كباب بده يدوقه ما بيسخى بأوسكار حرام بيجي بوقف تحتي وهيك بطلع فيني بدموع هيك يا جماعة بكون قاعد إنه على الغدا مثلا أوكي حاطط أكل عم بدي آكل بيجي بوقف تحتي وبيعمل لي هيك انه دخيل يعني ما بيجي من قلبي مطعمي لو ايش بيتخيل انه قال تخيلوا انتم قاعدين والكل حواليكم عم ياكل وانتم عم بتشموا بس الريحه وما حدا عم بيطعميكم ما حرام اوسكار هو ما عارف شو خبر وشمكم كثير قوي يو ما بصير فزر فيه ما عم تسكر لا ما تسكري يا حرام بتضايق حتى على الارض لنشوف رح يعرف يمشي فيه ما بيعرف مستحيل كيف ليش اوسكار انت كبير اوسكار نشك لا صراحة ما بعرف امتى اوسكار كبر يعني الثياب جداد جايبين له اياهم وما اجوا عليه يلا برافو اوسكار لا 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 فجأة مثل بطة رجع قلت لي اياها رجع قلت لي اياها بطة هيك عم يعمل اوسكار اوسكار
ديروا شي شغله. لا لا مو هيك رسمي كان جاي يطرح حفله. شو اخي الكريم شو بتحب لك شي شغله سبور هيك؟ السبورات طلع فيهم انا ما بقبل يطلع بالشغله 100 مره. يا لطيف رجع محله يا اوسكار. في هي وفي هي قرروا شو خلوا اوكي قررنا لبس هيدي. أنا. شفتوا الاغراض اللي حطيناها برا؟ طبعا نحن ما قعدنا ولا قاعدة عليها، يعني ليك هلا اصلا رح ينزل مطر، هلا من شوي كان شمس هلا مطر. الصبح كان اول شيء شمس وحركات، رجعت من المدرسة صار مطر، بعدين هلا رجعت شمس، ربع ساعة زمن رح تكون مطر. اه مطر. لكن المهم نحن القعدة حطيناها وتبنا عليها، بس اخر شيء هيدا المنظر مسكرين ومغلفين. رجعت عن جد. انت اليوم انت قائم عن جد. انتوا عم تغشوا. ليه؟ لانه ما رح يكون سريع اذا هيك كمان. ما فينا ما نلبسه، اذا بتريد رايح يصور فيديو الاخ. ليش؟ اوسكار يلا فرجينا ابداعاتك. يلا اوسكار. اوسكاركم. شو اوسكاركم؟ لؤي احلى شوت بقلده، شو عمل لؤي؟ اوسكار. اوسكار يلا روح عن جوجي. هيك بيمشي مثل رح يعمل تحته شوي تاني. ايوه بالضبط. شو انت قرر بدك تاخده هيك ولا بنغير له ثيابه؟ غير له ثيابه اكيد. اوسكار هلا بقلبه عم بيقول اتركوني نام. حطوا لي اكل وتروحوا انتوا اعملوا لكم اياه. بلا تحدي بلا بطيء. انا عم لاحظ شغله بالبيت عنا. شو؟ الجرابات عم تختفي كمان. ذاك اليوم بس الكم شغله هذاك اليوم عم بعزل البيت رفعت هون هيدي الفرشه طلع كله تحت جراباتي، يعني كل جراباتنا المخطفية طلعت تحت التخت. تحت التخت يعني تحت مو تحت الفرشة تحت التخت. تماما هون ليكوا التخت بين هون وهون ما في مساحة. هو عم بيدحوشهم؟ فهو بيدحوشهم ما بقى بيقدر يجيبهم. اوكي ليتس جو يلا جو. ليكوا الوحشة ليكوا، أخذت لي المشروب تبعي وعم تاكل ما بعرف شو التمر. ايوه وبسكويت ما بتتذكرني بشيء. شو معناتي؟ صار عندي شنطة جديدة. ما رح احكي معك انت كمان. بابا ما شفت شو هي الشنطه تاعتي الجديده؟ الحبل جوا بالسياره صح؟ حياتي مرتاحه تمام ان شاء الله ما في شيء زعجه تمام؟ يلا نجي. بس ليك بلش اكل بصير تمام اكثر. بعرف وانت مبسوط؟ اكلتيها كلها ان شاء الله حبيتيها طيبه؟ انا جبتهم من هون وهيك جمعت شغلات طيبه بدي اكلهم، قال لازم تعمل ريجي. طب اكلتهم كلهم هي. ليش دايما بتطلع حالك مظلوم قدام الكاميرا؟ كل عمري على فكره والله العظيم ما انا مظلوم. لو اللي بيشوفه مظلوم هو ما انا مظلوم، انا المظلوم. كنا بواحد صرنا باثنين. انت المظلوم ما هون بس حدا يشوفني حامله كاميرا بيموت. بيدخل تحت الارض بس المهم ما يبينوا. ما بعرف ليش مفكرين حالهم جايين المريخ. عن جد لما بيشوفوا كاميرا هيك مثلا عليهم كان واحد موجه مسدس عليهم ما بعرف شو انه كلمه نو هو هو. للمره المليون قررنا نغير له ثيابه، لان المفروض نحط له الحبله والحبله ما بتنحط فوق ثيابه، فالمفروض يلبس شيء ثاني لتنحط الحبله. عرفتوا كيف؟ راح تعبنا على الفاضي كل الوقت. اوكي فاتح المحل الحمد لله لحقنا. اي شيء بيلمسه اوسكار بدك تاخذه، عجبك ولا ما عجبك بدك تحطه بالسله. اوكي دقيقتين معك. لا بدي ثلاث، خليهم ثلاثه. لو ايمن خلي له اياها ثلاث دقائق ولا دقيقتين؟ ما بكفوا المصاري. دقيقتين ولا ثلاثة؟ يلا معك ثلاث دقايق. يلا الله يسترنا على فكرة. عن جد الله يسترنا. يقوم يلبس كل شيء. راح ينقي هو وياه. عجل عجل. جوج أول شغلة قلنا وين بدك تبلش؟ هي هي خلص وقف هون بنص المول. وقف هون. ما دخلني. ليكو المول ما أكبره هيك كل هاد. اسكتي لجوا. وين ما بدك بتروح معك ثلاث دقايق بس. جاهز لؤي؟ يلا. طبعا مش لانه جوج حافظ المول هون حفظ دقيقة بس اقول لك 1 2 3 بتبلش. اوكي لؤي تمشي جنبه بالسله. اوكي يلا اعطيني دقيقه. يلا بابا. 1 2 3 اسكت. ايه لمسه خلص شيله. ولي طلع الموضوع أسهل مما كنت أتوقع. أسكر يا حبيبي عفكا. عم يغشوا 20 ثانية إنسا. أسكر. طب يلا أسكركم. لو أي كل هالوقت 29 ثانية. 3 دقايق مقطوعة حالك. 3 دقايق كثير مهمة رح يخلصوا عجل. عفوا قصدي ما رح يخلصوا إن شاء الله. أسكركم.
هلا اوسكار عالسر. اوسكار مصاب. اوسكار مصاب. ما بده لا ما بيصير بالاجباري. ما بيصير هي ما جاي على باله. اوسكار برافو برافو. لا لا ما بيصير ما بيصير بدك تحطه محله. بلغش بلغش بلغش. يلا شو بدك عربية ولاد؟ أوسكار 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 يا أول وشوي لك أوسكار تعال هون أوسكار أوسكار ما حبا ما حبا يلا خلص لا ما بعرف ليش في إشي ما عم بيقرب علي يا كاني انت عم تنقي غير الالعاب كثير كبيره الله يستر عرفت يلا شو برجي اسكر مسوق ماما سكت ماما سكت يلا ما بصير اسكر حرام انا بتمنى هاي هالسكوتر بقى اسكر يلا اسكر كم وقتك عم بيضيع او ماي جاد نياله كثير لويلك والغرام يلا يلا اوسكار اوسكار ماما مسبح بدك تجيب اوسكار كم العاب العاب مو مسبح ما لا مسا يلا ليتس جو خلص محب محب يلا عجل بقي معك 30 ثانيه بس شو يلا قولي الأشياء أنا فكرت دوبه ليلمس لعبة أوسكار هيك بتخوننا وبتلمس كل هالقصص شو مشان يلا جوجي فرجينا ألعابك هلا بنبلش من الصغار واللي هنا هدول هيدي بنضل هيك بنفقس فيها طبعا جوج عنده اثنين من هي عفوا بس اسه بده وحده بس اسه بده وحده هلا وهيدي شو هي ميكانو مثل ميكانو هيدي كانت بس هيدي بتجي بس طلع هي وهي بيجوا هي كثير حلوه صارت اي شيء تحمله تعال هيدي السكوتر واو. سيارة ليجو هيدي واو. هيدي اللي هيو عن جد واو شيلها ما بدي اياها ما بدي اياها ليه شغلة ثانية ملامح وشي فيني بدل هيدي التلسكوب عرفان فينا هلا ليكي هلا هي بدي رجع ما بدي اياها بس بدي تعطوني سعر ليش خليته يلمسها؟ مشان اخذ مصاري بدالي ليكي اقتصادي الصبي شو هيك ترجعهم كلهم ما احسن هسه؟ ما بريح لي الي على فكرة جوج صار مفضي نص السلة وهو ببدل ألعاب حتى الباتيناج شاله لأني عنده باتيناج على فكرة أنت عم بتغش بالتحدي آخر مرة بنعمل هيك شيء هيدا حلو المشكلة إنه هذا عنده منه واللي جابه ما بده إياه وبده يجيب واحد تاني هذا عن جد حلو على فكرة بس خلي هو يختار أنت كل هدول اللي جبتهم بس تركت هدول الثلاثة هاي كمان ما بدي اياها ولو لا انا ما عم صدق هيك ولد على فكره بده يطرقهم كاش كله انا بعرف ابني شو بده يعمل هو شو بده حسابه البنك يزيد فقال اذا ما بجيبهم كلهم رجع لي جيت هيك على البنك تقريبا شي 300 دولار راح ينحطوا نحن عملنا اللي علينا وعملنا له هيدا التحدي بس ما بيلبق له رح تقولوا انه ليش ما عم تجيبهم ليه ما عم تجيبهم انا هلا عندي العاب هيك كوميك العاب هيك ايه وانت ما بتلعب بالالعاب كثير بالخزانه وما بلعب غير بلعبه وحده اللي تقريبا شي شهرين بلعب فيها
فما بحب جيب شغلات يعني ما رح العب فيها. اوكي وجوج ما بده يشتري شيء قدام الكاميرا وبعدين يرجعه ايه. ورا الكاميرا لهيك قرر هو قدامكم يعمل كل هالقصص. شو عم بتجيب؟ انا بس هيدي بدي اجيبها. يا لو اي خرب التحدي كله. الفكرة كانت انه اي شيء اوسكار بيلمسه انت صرت عم بتنقي على كيفك. في حدا كتير عم بيغش. بدل السكوتر هيدي جابت ذهبية وكمان بدل في العاب بدلهم بهيدا التلسكوب. ليكو ما اكبر وما احلى. وكمان والليجو بدلها بهيدي. وهلا الروبوت. واو. $50. هيدي رائعة. جربوا يلا. مبروك يا حياة قلبي على احلى هديه بالعالم. عفوا بس دقيقه دانكي بابا يعني انا شو؟ لا انت برا الموضوع انت المصوره. عن جد دانكي بابا وبشكرك كثير. هات لهون هالسنه. اسمع بس كلمه بس كلمه وحياتي. انا لو جاي انا وانت واوسكار نعمل التحدي بتعرف شو بتطلع بهي؟ دايب قلبك يا بابا لازم انت. كنت ضحكت عليه بعرف. اعطيني هالسنه لهون بدي ارجع كل شيء. ماما خلص. لك عم يمزح. انت احسن ام بالعالم. لك دانك لك ميرسي. لا ما هذا السواد يا هذا؟ ليش هيك عمل ايديه؟ كيف ناطرك؟ قل له دانك لاوسكار. ايه على الموضوع دانك اوسكار وبشكرك انه انت ساعدتني ولعبوا بالالعاب لكان. اسف انه اليوم خانقتك بلقى بسبب انه ما حطيت لي مصاري بالكرت وانا بشكرك. ما هيك؟ شايف المصلحه. هلا الشكر لبابا والبوسه لبابا. طبعا طبعا. انا ناس لرجع الالعاب. ما فينك. نحن رح نعلمك. اعطيني الفاتوره لهم. معي الفاتوره. مين صاحب الفكره؟ ما خص المهم المنفذ. انا نازله. رجع اعطيني الفاتوره. اعطيني الفاتوره لهون. لك ماما. لك انت زعلان من كل عقله. لك انت الغلا وانت روحوا بلاي. تعال تعال منهم. والله والله فعلت انا اللي صاحبت. ما بدي روحوا لونا. نعم ما بدي. انتوا كثير غشاشين. نروح على البيت ونتركك هون تجي. يلا يلا تعال. لك صار له ساعه ببوس فيك. مع مين بتنبسط اكثر باللعب؟ معي ولا مع بابا؟ مع ماما. ماما بعرف انا بعرف انه بينبسط معك باللعب. مين بتحب الدرس معه اكثر؟ معي ولا مع بابا؟ مع ماما. مين بيدللك اكثر بالحياه؟ ماما ولا بابا؟ بسرعه. ماما المساء وبابا الصبح. هيك ولانه انا المساء قبل ما انام بابا بيصير لا عندك مدرسه وهيك وماما بتصير. اوكي يا جماعه حاليا رح نقلكم انه فيديو اليوم خلص. ان شاء الله يكون عجبكم. اكتبوا لنا بالكومنت شو رايكم بهيدا التحدي ووصلوا لل 150,000 لايك. قبل ما ننهي الفيديو يسندوا على القناة ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب. تابعونا حساباتنا على الانستغرام. وي لاف يو. باي.